مهتم بمجال السفر وعندي شغف كبير جدا في السفر والتعرف على ثقافات الشعوب والاطلاع على المكون الثقافي والتاريخي للشعوب بمختلف طباعها وثقافاتها ومكوناتها وسحناتها. الانطباع الأولي عن الشعب الأندونيسي إنه شعب مسالم جدا للحد البعيد. من أبسط الحاجات أو أبسط الشواهد على الحاجة دي إنه نادر جدا تلقى مثلا اثنين صوتهم عالي أو معلين صوتهم على بعض، أو حتى الكلام دائما بيكون بصوت منخفض. في ود في التعامل، في حركة كده بيعملوها بإيدهم، مثلا لما يديك حاجة، لما يسلم عليك، لما يتكلم معاك، بتديك إحساس بالإلفة والود والطمأنينة، لدرجة إنه أنت ممكن تسيب حاجاتك في أي مكان وترجع تلقاها زي ما هي، ما في زول لمسة، أو حتى لو في حاجة ضاعت منك وقعت منك لو رجعت تفتش عليها حتلقاها موجودة في نفس المكان. فدي من أهم الحاجات اللي أنا لاحظتها في الشعب الأندونيسي، إنه هو شعب مسالم ودود، بحب عمل الخير، بحب المساعدة. الحاجة الثانية التعايش السلمي الموجود بين مكونات الشعب الأندونيسي بمختلف الطوائف الدينية ومختلف العرقيات، يعني ما في أي حاجة بتشير لأنه الزول ده جنسه شنو أو مكونه أو خلفيته أو جذوره، ما في. الناس هنا بتتعامل كلها مع بعض كأسرة واحدة كشعب واحد. الاحترام هو السمة بين الناس وهو الحاجة المتبادلة بين الناس. من الحاجات برضو أنا لاحظتها اللي هي الابتسامة الدائمة. لو ابتسمت في وش أي واحد أندونيسي حيبادلك بالابتسامة، على الأقل بيهز لك راسه تعبيرا عن أنه هو تقبل ابتسامتك دي وردها بصدر رحب. فالانطباع السائد هو انطباع جيد وجميل ومريح عن الشعب الأندونيسي. لو جينا للبلد، متنوعة ومتعددة لأنه هي عبارة عن جزر، فالحاجة دي بتخلي أنه في تنوع في شكل البيئة، في شكل الجغرافيا، في شكل الطبيعة، في شكل الثقافة حقت الناس، حتى في الفنون. يعني أنا في جولاتي في بعض الشوارع لقيت أنه الفنون بيتم التعبير عنها بصورة مختلفة. أثناء ما أنت ماشي تكاد تكون بتلاقي يعني ما لا يقل عن 10 أو 11 فرقة موسيقية، ممكن يكون ما في اثنين بيتشابهوا في شكل الحاجة اللي بيقدموها، في شكل الموسيقى. فطبعا بيعبر عن الثقافة، لأنه هي الموسيقى أو الفنون عموما هي جزء من ثقافة الشعوب. ففي تنوع وفي يعني حب شديد جدا للموسيقى، للتعبير عن المكون الثقافي والإرث التاريخي للأماكن. وطبعا نحن كشعب سوداني بتربطنا علاقة تاريخية بأندونيسيا، لأنه اللي هي مدينة باندونغ شهدت أول رفع لعلم السودان، اللي هو كان الزعيم الراحل إسماعيل أزهري في القصة المعروفة لما أعلنوا عن السودان وإنه هو دولة تقع تحت الحكم المصري. فقام السيد إسماعيل أزهري رفع علمه، رفع منديله وقال إنه ده علم السودان، وكان ده التعبير المجازي لاستقلال السودان. طبعا دي علاقة خاصة جدا جدا بتربط ما بين باندونغ والخرطوم وبالتالي اندونيسيا والسودان. فأنا سعيد جدا بزيارة البلد. طبعا نحن ممكن كشعب أو أفراد من الشعب السوداني زاروا اندونيسيا وننقل التجربة بتاعت إنه الشعب الاندونيسي كله عبارة عن مرشدين سياحيين. لو سألت أي واحد عن أي معلم سياحي حيوريك وحيبادر بأنه يعرفك على المعالم السياحية الموجودة في البلد، بالإضافة للتعامل بمصداقية. التعامل بمصداقية بيخلي فيه راحة كبيرة جدا موجودة لدى السائح في أنه أنا ما حاتغشى، أنا ما حاتسرق. طبعا يعني إحنا كلنا عارفين أنه في تجارب ما حلوة بتحصل للسياح في بعض الأماكن، فبالتالي الناس بتكون يعني ما مقبلة على الحاجة دي. فكل الحاجة دي إحنا ممكن نقولها وبإذن الله تساهم في أنه تنهض بالسياحة في السودان بإذن الله تعالى.